السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنكمل شرح الـ Verilog HDL باللغة العربية. عايزين ناخد بروجكت جديد نطبق عليه اللي خدناه قبل كده، وهو الـ Traffic Light. دلوقتي عندنا شارع بالمنظر ده. في ايه الشارع ده؟ في Light A اللي بتحكم في سير العربيات ما بين النورث والساوث، وفي عندنا Light B بتحكم برضو في سير العربيات ما بين الإيست والويست. طيب دلوقتي اول حاجه عندنا الترافيك لايت. عامه في 3 الوان: اللون الاحمر واللون الاصفر واللون الاخضر. الاحمر العربيات هتوقف، والاخضر هتمشي، واليلو بتستعد عشان تقف. فدلوقتي اهم حاجه ايه؟ اهم حاجه ما يبقاش فيه 2 جرين في نفس الوقت. دي اهم حاجه عندنا، لان لو في 2 جرين يبقى عربيات هتمشي من الايست للويست وفي نفس التقاطع من النورث للساوث او العكس. فما ينفعش، يعني ينفع الاتنين يبقوا واقفين بس ما ينفعش الاتنين يتحركوا. فهنخلي اول حاجه الجرين هيفضل مستمر لمده 5 ثواني. انا عايز في كل طريق العربيات تفضل ماشيه لمده 5 ثواني كامله. بعدين تبقى يلو، نبدا تفضل ثانيه واحده تستعد بقى عشان تقف. بعدين تبقى ريد، تفضل ثانيه واحده واقفه. يبقى 5 ثواني تتحرك، ثانيه تستعد عشان تقف، ثانيه تقف. وده هنا وهنا عايزين نحققه، هنا وهنا في نفس الوقت. فنبدا نشوف بقى هنحقق الكلام ده ازاي. هيبقى عندنا جدول كده بالشكل ده، هنقسمه 6 ستيتس. اول ستيت عايز الويست ايست تبقى جرين، يعني ده الطريق اللي هيتحرك، والطريق التاني يبقى واقف. الكلام ده هيتكرر قد ايه؟ 5 ثواني. 5 ثواني الكلام ده يحصل. بعدين ستيت 1 ويست ايست هيبقى يلو، هنقوله استعد بقى عشان تقف، والنورث ساوث لسه ريد، لسه برضو واقف. بعدين الاتنين هيبقوا ريد، هنخلي الويست ايست ريد والنورث ساوث ريد، الاثنين واقفين لمدة ثانية. بعدين ايه بقى؟ بعدين الويست ايست هيبقى ريد، والتاني هو اللي هيبقى جرين. النورث ساوث هو اللي هيبدأ يتحرك لمدة 5 ثواني كاملة. بعدين الويست ايست هيبقى ريد، هيفضل واقف برضه، والنورث ساوث هيبقى يلو، هيستعد بقى عشان يقف. بعدين الاتنين هيبقوا آخر حاجة، الاتنين هيبقوا ايه؟ هيبقوا ريد، والاتنين هيبقوا واقفين. بعدين هنقعد نكرر تاني. طيب دي يعني ما نقدرش نقول عليها فاينل ستيت ماشين قوي بالمعنى المباشر، لان ما بتعتمدش، ما فيش انبوت بنغيره الاوتبوت بيتغير. طيب انا عايز بس الموضوع يعتمد على التايمنج، فاحتاج هنا بس كلوك واحتاج ريسيت لو عايز اوقف الكلام ده كله. فنبدا نشوف الكود كده هنكتبه ازاي. دلوقتي اول حاجه عندي الموديول هنسميه ترافيك لايت. بعدين هيبقى عندي 2 انبوت: الكلوك والريسيت. وهيبقى عندي برضو 2 اوتبوت: الـ A والـ B. بعدين هنعرف بارامترز اللي هما الـ State بقى. احنا عندنا 6 States، فهنخلي بارامترز 6 بيتس، كل بيت هيعبر عن بارامتر معين او عن State معين. فأول State هتعبر عنها أول بيت هيبقى 1 والباقي بزيرو. بعدين تاني State البيت اللي بعدها، بعدين تالت State البيت اللي بعدها، وبعدين الرابعة والخامسة والسادسة. بعدين نبدأ نعرف بارامترز تانيين اللي هم بتوع ال 1 سكند وال 5 سكند. انا عايز بارامتر يعبر لي عن الخمس ثواني، وبارامتر يعبرني عن الثانية الواحدة. ده هيبقى 4 بيتس ديسيمال يعني. بعدين هنعوز كاونتر، لأن أنا عايز حاجة تعد لي من الثانية للخمس ثواني. فهنعمله انشيلايز يبقى بواحد في البداية مش بزيرو. طيب بعدين هنعوز الستيت، وهنا مش هنعوز بقى نيكست ستيت وكرنت ستيت، هو يا دوبك عندنا بس الموضوع بيتحرك مع الوقت. دلوقتي بقى ندخل في الاولوز بلوك. الاولوز بلوك هيعتمد على البوزيتيف ايدج بالنسبه للكلوك والبوزيتيف ايدج بالنسبه للريسيت. يعني ايه بس البوزيتيف ايدج بالنسبه للريسيت؟ يعني لو انا الريسيت عندي اتحول من 0 ل 1، في فتره التحول دي بيحصل ريسيت، بيحصل العمليه بتاعه الريسيت. بعدين بيجن بتاعه الاولوز بلوك، ونقول لو الريسيت ب 1 فهنعمل ايه؟ هنخلي الستيت هي الاس 0 او الستيت خالص، وهنخلي الكاونت ب 1، ودي حالته الطبيعيه يعني. بعدين نيند، ونلاحظ هنا حاجه بس في الاف. احنا عملنا الاف هنا للاف في بيجين واند خاصين بالاف نفسها. ليه؟ لان احنا عندنا كذا سطر، لو عندنا اكتر من ستيتمنت يعني بنعمل بيجين واند. بعدين نقول إلس. عندنا بقى هنا الكيس بتاعت الستيت. هنشوف الستيت بكام، هنعمل ايه بناء على كده. اول حاجه لو الستيت بإس 0، لو الستيت بإس 0 ده معناه ان انا عايز اعد 5 ثواني. طول الخمس ثواني دي
الكاونت يقعد يزيد فيهم وما يحصلش اي تغيير. يعني ايه ما يحصلش اي تغيير؟ يعني افضل برضو لو البيجين بتاعت الاف وافضل برضو الستيت باس 0 والكاونت يقعد يزيد. يبقى لو الكاونت اصغر من 5 كل مره هيزيد، هيبقى 1 2 3 4 5 وانا زي ما انا عايز 5 ثواني افضل ثابت. طيب بعد ان اند الاف الس بقى لو اي حاجه غير كده نبدا البيجين بتاعت الالس، لانه برضو هيبقى كذا سطر. هنقول الستيت تبقى اس 1 خلاص الخمس ثواني خلصت، روح على اس 1 والكاونت خليه لي بواحد، ارجعه تاني زي ما هو. يبقى تاني لو احنا في الستيت 0 هقول له لو الكاونت اصغر من 5، دي يعني 5 يعني، بعدين ابدا خليه الستيت باس 0 يعني خليك زي ما انت واقعد زود. خلاص زودت بقى وصلت ل5 يبقى نوصل للالس. ابدا خليها لي باس 1 الستيت، اوصل للستيت اللي بعدها وخليه الستيت تاني او الكاونت بواحد. بعدين الاند دي بتاعت الالس برضو. بعدين بقى هنا نبدا الاس 1 نقول الاف كاونت اصغر من سكند 1، لو اصغر من 1 هيفضل زي ما هو في اس 1، بعدين هنقعد نزود، بعدين هنند. طب لو الس ادخل بقى الحاله اللي بعدها، قول لي ان الستيت بيساوي اس 2 وقول لي ان الكاونت بيساوي 1. طب هنا بس ملحوظه، يعني الكاونت كده كده احنا عاملينه ب 1 والسكند 1 دي ب 1، يعني هما الاثنين كده كده قد بعض، فهو عمره ما هيدخل في الاف دي. طب احنا عاملين الاف دي ليه؟ دي بس تنظيما يعني، ممكن نشيلها خالص وهيبقى احسن كمان، ولكن دي عشان الكلام يتفهم شويه، ممكن دي خالص تتشال كلها، مش هيبقى ليها اي لازمه يعني. ممكن بمجرد ما نعدي الكلوك على طول نعدي من ستيت 1 لستيت 2. طيب دلوقتي ندخل على ستيت 2 بقى. ستيت 2 تقول لو الكاونت اصغر من 1، فهنعمل نفس الموضوع برضه، هنعمل نفس الموضوع بيجين بتاعت الاف، بعدين نخلي الستيت زي ما هي ستيت 2 والكاونت نزوده. لو ما حصلش كده، وهو مش هيحصل اصلا يعني، الجزء اللي هو بعد الاف ده مش هيحصل، هيحصل الالس على طول، هنقول له ابدا وخليه الستيت اس 3 وخليه الكاونت ب 1 وخلص. بعدين الاس 3 بقى هنحتاج نعد 5 ثواني، احنا مش هنعد 5 ثواني الا في الستيت 0 والستيت 3 بس، الاولى والرابعه يعني. بعدين هنعمل نفس اللي عملناه مع ستيت 0، هنقول له برده افضل عد لي 5 ثواني بعدين else خلاص اوصل بقى، اوصلي لستيت 4. بعدين ستيت 4 هنقعد بقى نعمل نفس الكلام، هنعد ثانية واحدة ونوصل لستيت 5. طيب لو ستيت 5 بقى، لو ستيت 5 فأنا عايز برضو يفضل ثانية واحدة، خليك في ستيت 5 ماشي else، وده اللي هيتنفذ. هتروح ايه؟ هتروح على ستيت 1، على ستيت 0 قصدي، هترجع تاني للأول يعني، هترجع تاني للأول وتخلي الكاونت برضو ب 1 ون end. والديفولت بتاعي هو الاس 0، الديفولت لو مفيش اي كيس من دي يعني، دي بس حاله كده احتماليه بنحطها. بعدين يبقى احنا كده خلصنا الكيس. طيب احنا كده عرفنا الكيس هتبقى ايه بالظبط، ولكن ما شفناش الاوتبوت. نبدا بقى نشوف الاوتبوت هيمشي ازاي. هنعمل اولوز بلوك الاول، دي الاند يعني بتاعت الاولوز بلوك، بعدين اولوز بلوك تانيه كده كده هتفضل شغاله على طول معانا. بعدين نبدا بقى نقول كيس ستيت، نشوف الستيت بكام. اول حاجه لو الستيت اس 0، لو الستيت اس 0 يبقى انا عايز ال A يبقى اخضر، ال A يبقى هو اللي يتحرك وال B يبقى احمر. فاحنا هنعبر عن الاخضر بال 3 بت 001 وهنعبر عن الاحمر بال 3 بت 100. طيب بعدين لو وصلنا ستيت 1 يبقى انا عايز ال A يبقى اصفر يعني هيبقى 010 وال B يبقى احمر. بعدين الستيت اللي بعدها عاوز يبقى الاثنين احمر واحمر، عاوز يبقى لايت A لونه احمر ولايت بي لونه احمر عشان العربيتين يفضلوا واقفين لمده ثانيه. بعدين احتاج اعكس بقى، اخلي البي اللي هي لايت بي هي الاخضر يعني هي اللي تفضل ماشيه 5 ثواني، ولايت اي هي الاحمر وتفضل واقفه. بعدين هخلي لايت اي احمر زي ما هي واقفه ولايت بي بتستعد انها تقف. بعدين هخلي الاثنين واقفين، الاثنين احمر. ولو احنا في الديفولت هخلي الاثنين واقفين. بعدين هنعمل اند كيس، وهنعمل اند بقى الاولوز بلوك، بعدين اند للموديول كله. دلوقتي بقى عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل تيست بنش للموضوع ده. طيب ايه المهم بقى في التيست بنش هنا؟ المهم في التيست بنش او اللي هيبقى مختلف حته الوقت، ان احنا قلنا عايزين نظبط ثانيه وخمس ثواني وحاجات كده. ده مش موجود في الكود الاصلي خالص، مش مظبطينه خالص في الكود الاصلي. فعايزين نشوف التيست بنش هنعمل في الموضوع ده ازاي. نبدا في التيست بنش. اول حاجه التايم سكيل عندنا هنخليه 10 نانو سكند بير 1 نانو سكند. بعدين الموديول نفسه ترافيك لايت تيست بنش. بعدين هنخلي الانبوت كلهم ريجستر او ريج يعني، والاوتبوت هنخليه واير.
بعدين نعمل يوتين موصل، بعدين نبدأ الانيشال نخلي الكلوك بادي بزيرو والريسيت برضو بادي بزيرو. بعدين بقى ندخل في الاولوز بلوك، وهنا اهم جزء. انا هنا عايز اظبط الوقت، يعني ايه؟ يعني عندي كده الكلوك هتبقى بزيرو، بعدين تبقى بوان، بعدين تبقى بزيرو، بعدين تبقى بوان. عندي هنا رايزنج ايدج وهنا رايزنج ايدج، اللي طالع من زيرو لوان واللي طالع من زيرو لوان. انا عايز المسافة بينهم، المسافة بينهم تبقى ثانية. تمام، عايز المسافة بينهم تبقى ثانية. ثانية دي اللي هي كام نانو سكند؟ اللي هي مليار نانو سكند، او ممكن نقول يعني واحد وجنبها تسعة اصفار، يعني الف مليون. ادي الايه، الف مليون نانو سكند، دي كده الثانية. يعني عايز المسافة دي كده يعدي الوقت ده بالظبط. طيب يبقى انا عايز بقى الكلوك يفضل ثابت على قيمة معينة لمدة قد ايه؟ لمدة الكلام ده على الاتنين، يعني لمدة 500 مليون نانو سكند. يبقى انا عايز الكلوك يفضل يتغير كل 500 مليون نانو سكند، يعني هنا كده يبقى 500 مليون نانو سكند. ادي ايه، تلات صفار كمان، ده اللي انا عايزه. يعني عايز خمسة وجنبها كام صفر؟ جنبها تمن صفار من نانو سكند. يبقى كده 500 مليون نانو سكند هتبقى بوان، بعدين 500 مليون نانو سكند هتبقى بزيرو. يبقى انا كده حققت فعلا الثانية اللي انا عايز احققها. نلاحظ هنا بقى، نشوف هنا كام صفر، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة. سبعة مش تمانية ليه؟ عشان العشرة نانو سكند دي مش معناها ان الرقم ده هو اللي بالنانو سكند، لا، الرقم ده هيتضرب في الرقم ده ويبقى هو اللي بالنانو سكند. بعدين نيند الاولوز بلوك ونيند الموديول كله، ونروح بقى نجرب الكلام ده على زايلكس. دلوقتي عملنا نيو بروجكت وسميناه ترافيك لايت، نروح نعمل فيرلوج موديول نسميه برضو ترافيك لايت. بعدين نبدا نكتب نفس الكود، كوبي بيست بس مش اكتر. نعمل سينسايز نشوف كده الكود مظبوط ولا فيه ايرورز. نلاقي الكود مظبوط، نروح نعمل تيست بنش نسمي فيرلوج تكست فيكتشر ونسمي ترافيك لايت تيست بنش. بعدين نحط نفس التست بنش كده كوبي بيست، ونبدا نشوف السينسايز بيقول ايه. هنعمل اول بيهيفيرال تشيك سينتكس، بعدين السيميوليت بيهيفيرال موديل. فتحنا السيميوليت بيهيفيرال موديل، ونلاقي ان انا كل الوقت اللي عندي يعني اخره 1000 نانو سكند ولا حاجه. انا عايزه كام؟ انا عايز يعدي عدد من الثواني، نخلي مثلا 20 سكند. 20 سكند ونعمل كده ونشوف. نبدا بقى نصغر ونبدا نشوف. اول حاجه، اول نص ثانيه ما كانش لسه الرايزنج ايدج جه. اول بقى ما الرايزنج ايدج جه هنا نبدا نتكلم من اول نص ثانيه. انا عايز خمس ثواني كامله، خمس ثواني كامله. يبقى ايه؟ اخضر، اخضر يعني 001، وبي احمر يعني 100. خمس ثواني، خمس ثواني يعني من نص لخمسه ونص، وده فعلا اللي حاصل. 001 100. بعدين عايزه يبقى اصفر واحمر، اللي فوق يبقى اصفر لمده ثانيه واللي تحت احمر لمده ثانيه، يعني من خمسة ونص لستة ونص، وده اللي حاصل. بعدين عايز ثانيه كمان الاثنين يبقوا احمر، الاثنين الطريقين يقفوا، هيبقى من ستة ونص لسبعة ونص الاثنين 100 و100. بعدين ايه اللي عايزه بقى؟ عايز الثاني هو اللي يبقى اخضر، عايز يعني ايه، يفضل احمر وبي هو اللي يبقى اخضر لمده خمس ثواني، يعني من سبعة ونص ل 12 ونص. بعدين عايز الاي يفضل احمر والبي يبقى اصفر، يعني يبقى 011 لمده ثانيه، وتفضل بقى تتكرر الجوله بهذا الشكل. يبقى كده خلصنا الترافيك لايت، ونكمل المره الجايه ان شاء الله.